تم اليوم تركيب ورشة موجهة لحرفيين ولاية إليسي، وسميناها ورشة الأمل على جال أنه يكون أمل لحرفيين تاع إليسي باش نقدروا نوفروا لهم ورشات أخرى من هذه النوعية تاع الورشات من أجل دعم وصقل مهارات الحرفيين في ولاية إليسي. المهم هذه الحوايج اللي بعثتوها لنا رانا مستحقين بهم زين زين من بكري.